في عناوين النشرة، جنبلاط يطلق عبر الجديد اللاءات الثلاث. ما فيش فراغ، قانون 60 موجود بعضه بالمجلس. الحريري من بعبدة، لسنا في مواجهة أحد. البث الإيجابي هو الأساس. شركة محمد زيدان تفوز بالسوق الحرة. إنه أنا الوحيد اللي قدر دفع الرئيس سنيورا مش 111 مليار، 11 مليار، يعني إذا كان الرئيس سنيورا هو معني بهذا الموضوع أو محمد زيدان أو كذا. الأسد، نتفاوض مع الروس للحصول على أحدث منظومة صواريخ. نحن في حالة حرب على إسرائيل، ومن الطبيعي أن يكون لدينا مثل هذه المنظومة. إضراب شامل في فلسطين دعما للأسرى. وأنا بقوة ربنا معاهم إن شاء الله، منصورين عميني عدل. في طبقة سياسية وأحزاب سياسية سرقت صوت المواطن، كان معهم وقت ليعملوا قانون انتخابي، واليوم نحن على أبواب تمديد ثالث. عيب وعار عليهم بآخر شهر يمددوا لحالهم، وكل الحكي اللي عم ينحكى عن تمديد تقني مرفوضة رفضا تام. أهلا بكم إلى آخر نشرة لهذه الليلة من قناة الجديد في بيروت. لتاريخ هذه السطور فإن جدارية التمديد والفراغ والستين ترتفع متقدمة على القانون الجديد الذي يخبز ويعجن في لقاءات غير معلنة وسط ضبابية وعدم رؤية. ويستطلع الرئيس سعد الحريري أجواء ما بين القصرين متنقلا بين عين التين وبعبدة منفتحا على كل الطروح، لكنه يبقي على موقفه غامضا من جلسة منتصف أيار. ويفاخر الحريري بأنه قدم تضحيات برفضه التمديد وقبوله بطروحات لم يكن من الوارد الموافقة عليها، معلنا بعد اجتماعه برئيس الجمهورية في بعبدة أنه سوف يوجه الدعوة إلى عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل، غير أن الجلسة الحكومية وتضحيات الحريري وبثه أجواء إيجابية للم الشمل الانتخابي كلها لا تعفيه من التقدم خطوة أخرى نحو رفض التمديد فعلا لا قولا. وبات عليه حسم موقفه من جلسة 15 من أيار عبر تأكيده تسريبات قالت إنه لن يحضر جلسة تخصص للتمديد حصرا. هذه هي التنازلات الفعلية التي ستنهي مجرد النيات بالتمديد وتدفع الأفرقاء إلى البحث عن خيارات بديلة أو اللجوء إلى التصويت على قانون ميقاتي الجاهز. وإذا كان الوزير جبران باسيل قد افتتح مزاد التنازلات بموافقته على النسبية وأعلانه أن من لا يريد التمديد فلا يذهب إلى الجلسة، فإن على بقية الأطراف المعنية بقانون الانتخاب أن تبادر فيما تبقى من أيام فاصلة عن الجلسة، ومن دون اعتبار 15 من أيار هو آخر الدنيا، إذ إن الزمن الذي يحد مجلس النواب هو 20 من حزيران. ولا يهولن أحد بأي من تواريخ أيار لفرض التمديد أو اللجوء إلى سم الستين الذي هو ابن عم التمديد، لكونه يعيد إنتاج الطبقة النيابية نفسها. وفيما تستمر الاجتماعات النيابية السرية، زار الوزير جبران باسيل هذا المساء النائب وليد جنبلاط الذي أعلن لقناة الجديد أن الصيغة الوحيدة التي يتم تداولها حاليا هي القانون التأهيلي. ورفض جنبلاط هذه الصيغة البدعة والتي سماها بالمتخلفة لأنها تضرب الشراكة وتعطي نتائج تقسيمية تفتيتية. وأكد الزعيم الاشتراكي أن كل اللقاءات مع الحزب وفد الصاغة كانت سلبية، ولم يمانع جنبلاط في إعادة دراسة قانون ميقاتي، وقال إنه لا يرفض النسبية بالكامل لكنها في نظام طائفي لابد لها من أن تراعي الأقليات. إذن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يؤكد رفضه المطلق للقانون التأهيلي. وفي مقابلة خاصة مع الزميلة يمنى فواز قال جنبلاط إنه منفتح على سائر المقترحات الأخرى، مشيرا في الوقت عينه إلى أن قانون الستين لا يزال موجودا.
في معترض على مسار معين للحكم أو للحكومة، والملف الأساسي اليوم هو قانون الانتخاب. يعني ما يصنع من قانون انتخاب لتفرقة الناس عن بعضها البعض، هذا التأهيل الطائفي، وهذا مخالف للدستور وللطائف. هذا الملف الأساسي المعترض عليه، ويبدو أن الصوت الاعتراضي، يقال أنه يعني صوت الاعتراضي وصوت المواطن العادي الاعتراضي أعطى نتيجة، قد يعطي نتيجة بإلغاء هذا القانون التقسيمي. صحيح اقترحت حل، لكن إذا كان هناك حلول أخرى ما في مانع، ما في عندي أي مانع. بالوقت الحاضر ليس هناك في المجلس النيابي أو في التداول إلا قانون واحد، 60 موجود. عندما نتفق، وإن شاء الله نتفق من هلأ ل 15 شهر على قانون جديد، على غير القانون التأهيلي المرفوض بالمطلق، أوكي، قد نتفق ونخرج بصيغة ونذهب إلى الانتخابات. في قانون ميقات اللي أنت كان عندك تحفظ على فيما يتعلق بالنسبية ولكن لم ترفضه، هل يمكن؟ ما في مانع إعادة دراسته، ما في مانع لنصل إلى حل، لكن لا للتأهيل، لا لهذه البدعة التي تقسم البلد. يسمحوا لي، هذا طرح متخلف. إذا لم نتفق على قانون، إن شاء الله نتفق أوكي. إذا لم نتفق، في هناك بعض قانون موجود اسمه قانون 60 المعدل وفق الدوحة. يعني حيكون في تمديد؟ نحن مش مع، كمان عم بتوجه السؤال بشكل غلط. إذا ما في إزعاج، مش ما حدا مع التمديد. مع قانون جديد، لا للتأهيلي، لكن مع قانون جديد لا للتأهيلي ولا للتمديد. وفي إطار المقابلة عينها، أكد النائب جنبلاط أن لا حليف له راهنا سوى رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعيا وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى التنازل قليلا. بعد قانون الانتخابات في عنا سؤال أساسي. تفضلي. دايما هيدا الهجوم أو الحملة على وزير الداخلية نهاد المشنوق، ما أسبابه؟ ما في أي حملة على وزير الداخلية، بس لو بينزل شوي على الأرض، ساعته بينزل شوي على الأرض تنعالج سويا. أنا مش عم بطلب معالجة أمور كبرى أمنية ما بدخل بالأمن، الأمن ممتاز ماشي حاله من خلال فرع المعلومات والجيش وإلى آخره. لكن مثلا موضوع السير، مش المهم حطينا وضعنا قانون سير، المهم تفعيل الدرك في المناطق. المهم كمان هذا، بس ما تتعلق بمهد مشتوك، تتعلق بالمجلس النيابي. تعتبر اليوم حال السير جنحة، لماذا نعتبرها جناية؟ يعني اليوم وقف المقالع، العمل على المقالع والكسيات لمدة شهر، ما بتشوف في شيء إيجابي؟ وأيضا أوقف المقالع الصغرى وترك المقالع الكبرى لكبار الناس، لماذا؟ كمان ما فيك تلومي مواطن عادي عنده شاحنة صغيرة أوكي وكسارة قد تكون مخالفة لكن صغيرة أمام حيتان المقالع. بس بدي أرجع على قصة وزير الداخلية نهاد المشنوق. اليوم ما زال المستقبل حليفك، لكن ليش هو تحديدا بتحط كل شيء اللوم عليه؟ ما عندي حلفة، الحمد لله المادي ما عندي حلفة إلا الرئيس بري، هو حليفك الوحيد، فضله الحليف والمتحدث والمحاور، بس غير هيك ما عندي حليف. بس بنفس الوقت مش معناتها معاداة كل الناس. أيوه. فضل ما استخدم فلان حليف وغير مش حليف، عم نحكي مع كل الناس، نحكي مع كل الناس، وفي ولا أستطيع أن ألغي أي مكون سياسي، بدنا نتعاطى مع الجميع. طب بما منهم مع الوزير مشنوق، بس يطلع شوي على 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 يعني على صغار القوم. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط استقبل في دارته بكليمونسو وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بحضور نجله تيمور ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي والنائب غازي العريضي، وتناول البحث التطورات السياسية الراهنة. وفي معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فعور مفادين من النائب وليد جنبلاط في حضور الأمينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس. وأوضح المكتب الإعلامي لجعجع أن اللقاء الذي استغرق ساعتين من الوقت تمحور حول قانون الانتخاب، بحيث جرى استعراض القوانين المطروحة، لا سيما القانون المختلط الذي يبقى الأفضل، كما تم الاتفاق على ضرورة استكمال الاتصالات مع الأفرقاء كافة بغية الوصول إلى قانون انتخابي جديد في أقرب وقت ممكن.
الرئيس سعد الحريري لا يجزم مشاركته في جلسة 15 ولا ينفي ويقول لسنا في مواجهة أحد. من عين التين إلى قصر بعبدة يحمل رئيس الحكومة سعد الحريري تنازلاته الانتخابية ويجول بها. الطروح بمعظمها باتت مقبولة منه ومن تياره للخروج بقانون جديد، وهناك رفض وحيد وقطعي للتمديد الثالث. فخامة الرئيس حريص جدا على أنه ننجز موضوع القانون الانتخاب. في عدة اقتراحات، كلنا بنعرف أنه اليوم في موضوع التأهيل وفي موضوع أمور تانية عم تنشغل بين الأفرقاء السياسيين. أنا بدي أحب طمن الناس أنه نحن شغالين 24 ساعة على 24 على هذا الموضوع، لأنه هذه هي الأولوية الأساسية. وأنا متفائل إن شاء الله أنه الأمور ممكن توصل لنهايتها وخواتيمها الجيدة إن شاء الله. وأنا كرئيس مجلس وزراء أردت أنه الناس تعرف أنه أنا مع رئيس جمهورية بهذا الموضوع. بموضوع التمديد كان موقفي واضح وصريح مبارح، واللي بيدعي لمجلس وزراء هو أنا. فلذلك نحن حأدعي أسبوع الجاي القادم إلى مجلس وزراء، ويكون في يعني البنود إن كان قانون انتخاب ولا بنود أخرى. الحديث الإيجابي والاجتماعات الليلية والمكثفة لا تبدد هواجس جلسة 15 من أيار التي يختلف الأفرقاء في تسميتها بحسب المواقف، فتتحول من جلسة عار إلى جلسة تمديد ملطفة يطلق عليها جلسة تجنب الفراغ، لكن النتيجة واحدة. ليه موقفكم ما بيكون صريح من هيدا الجلسة إذا رح تقاطعوا أو إذا رح تحضروا وتصوتوا ضد التمديد؟ لأنه أنا مني واجبي أنه فسر للعالم شو بدي أعمل. أنا واجبي أن يكون إيجابي مع كل الناس، وأنا وكل الأفرقاء السياسيين بيعرفوا أنا شو موقفي بما يخص جلسة 15 شهر. فلذلك أنا رأيي أنه البث الإيجابي هو الأساس. اليوم نحن منا فايتين بمواجهة مع أي فريق سياسي. اليوم هو كيف نوصل للمعادلة لصح، يعني حسن التمثيل لكل الناس، صح ولا لا؟ هون اللي نحن اللي عم نفتش عليه. الخلاف على شوية تفاصيل من هون ومن هنيك، وأنا برأيي أنه هذه التفاصيل فينا نوصلها. أنا موقفي بموضوع التمديد واضح وصريح، وموقفي ضاغط على كل الأفرقاء السياسيين فيما يخص هذا الشأن. اللي بيهمني أنا مش موضوع التمديد، بيهمني أنا قانون انتخاب. يعني الواحد اليوم في كباية مي نصها ملان، بتقولي انه فاضي، نصها فاضي ولا نصها مليان؟ انا بدي اقول انه نصها مليان. انا حملي لكم اياها ان شاء الله. لا يجزم الرئيس الحريري مشاركته في جلسة 15 ولا ينفي تجنبا لاي تصعيد سلبي يعيد قلب الاوراق من جديد. ليال سعد، قناة الجديد. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السرايا الحكومي وزير المالية علي حسن خليل، وعرض معه آخر الاتصالات الجارية بخصوص قانون الانتخاب. أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه حيثما جلنا في العالم فأن اسم لبنان واللبنانيين مرتبط بالفرادة والإبداع والمبادرة والشطارة والذوق والاجتهاد والفن والثقافة، وبالجمع بين الحضارات والثقافات وبالعلم والتفوق والقدرة على الإنجاز. كلام الحريري جاء خلال كلمة ألقاها مساء اليوم في اختتام أعمال منتدى بيروت السابع للفرنشايز الذي نظمته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز على مدى يومين برعايته. حتى خلافاتنا السياسية، يعني هالحيوية الدائمة بالآراء والمواقف والحريات يلي بتضمنها موضع إعجاب عند أصدقائنا بالعالم، قدرة الحوار ونموذج العيش الواحد، وحرص المسلمين والمسيحيين على بعضهم البعض بوقت العالم متجه نحو القطيعة والتهميش والمواقف المتطرفة موضع إعجاب أصدقائنا، قدرة اللبنانيين على التسوية وابتكار الحلول وخلق الفرص من الأزمات بالسياسة، بالاقتصاد، بالثقافة، باليوميات موضع إعجاب أصدقائنا بالعالم أيضا. بعرف أنه بهالأيام القوى السياسية بالبلد مشغولة بحالها،
وبالنظر لمصالح حزبية أو فئوية أو حتى مناطقية ضيقة، ومش فاضي تطلع على الجاري حوالينا بمناسبة البحث عن قانون انتخابات جديد. بس هيدا ما بيلغي إنه العالم كله بيطلع بإعجاب وتعجب لهالمعجزة الصغيرة يلي اسمها لبنان، والأمن والاستقرار بلبنان مع كل يلي جاري بالمنطقة حولنا وبالعالم. الاستحقاق الانتخابي أمام ثلاثة خيارات تختلف وفقا للأفرقاء السياسيين، وخريطة الطرق تفضي إلى قانون الستين. صولات وجولات من اللقاءات والاتصالات والمشاورات لفك عقد قانون الانتخاب، إلا أنها جميعا لم ترسو على بر التوافق. رفض التمديد من الرئيس عون قابله نبذ للفراغ من عين التينة، أما الرئيس الحريري فيسعى لتقريب وجهات النظر. وفي المعلومات وفق مصادر المستقبل أن الطبقة السياسية أمام خيارين، إما التمديد وهو أفضل الشرور، وإما التوافق على خطوط عريضة لقانون يمتص غضب الشارع، لأن الفراغ يعني الحرب الأهلية لتغييب الطائفة الشيعية. أما التأهيلي الذي وافق عليه الرئيس الحريري فيرى المصدر أنه قابل لطعن المجلس الدستوري لتغييب 170 ألف صوت في دورته الأولى. حرم من التأهيل لكنه سينتخب في المرحلة الثانية. من هون لا، دستوريا يتوافق مع الدستور. بالعكس، هلأ الستين اللي هو ساري المفعول في كتير من الدوائر مسيحيين ما يعني يأسنين من الانتخاب، عندهم حدا يمثلون. كشفت المصادر الاشتراكية أنه في خلال لقائهم الحريري تبلغوا قراره عدم حضور جلسة 15 من أيار، وذلك رفضا للتمديد، وموافقته على القانون التأهيلي ملمحا إلى فرضية التصويت على قانون انتخاب. وأضاف المصدر إن الرئيس بري قطع الطريق في لقائه الحريري على التأهيلي ليرجح الوصول إلى خيارين هما النسبية الكاملة أو قانون الستين. القانون لا يلغيه إلا قانون، هذا منطق الدستور، أما بالفرضيات والأهواء والأغواء هذا أمر آخر. يتمسك الرئيس بري بالطائف ويصر على ضرورة إنشاء مجلس وطني خارج القيد الطائفي يوازيه استحداث مجلس للشيوخ، إلا أنه وفق مصادر حركة أمل اصطدم طرح بري بضمانات مكتوبة طلبها الوزير باسيل بخصوص إنشاء مجلس الشيوخ وتولي المسيحيين رئاسته. مشروع الرئيس بري اللي هو طالما نحن وافقنا عليه إنشاء مجلس الشيوخ و مجلس نواب مناصفة خارج القيد الطائفي، أهلا وسهلا بهالفكرة، بس هل هناك إمكانية لتحقيقها لإقرارها هلأ؟ المشروع التأهيلي بالصيغة اللي طرح فيها بشكل نهائي فرغ من مضمونه وأصبح يقتصر على المتطلبات الطائفية والمذهبية. نوقش تعديل الستين كخيار لحل الأزمة، إلا أنه رفض بعد طلب الثنائي المسيحي نقل المقاعد المارونية من بعلبك والبقاع الغربي وطرابلس، ونقل المقعد الإنجيلي من الدائرة الثالثة في بيروت، لترجح مصادر حزب الله أن الخيارات المطروحة انحصرت في ثلاثة أمور، وهي التصويت على التأهيلي، النسبية الكاملة، والانتخابات وفق ستين. لتقرأ حارة حريك زيارة الحريري لعين التينة تمهيدا للعودة إلى الستين، خصوصا أن الرئيس عون ليس ببعيد من أجواء القبول بالستين. رواند أبو خزام، قناة الجديد. هيئة الرابطة الإسلامية السنية تكرم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تقديرا منها لجهوده وإنجازاته واعتماد الحوار لعلاج كل تصدع سياسيا كان أم أمنيا كان الكلام للواء إبراهيم. من فضائل هذا البلد إقرار الجميع أفراداً وجماعات بالتنوع الذي شكل على الدوام مصدر غنى، لكن أخطاره تكمن في الاستنفرار والتشنجات التي تتصدر الحياة السياسية، كلما كان الهم هو الحصة والمحاصصة، فيسارع البعض للتزرع بالهواجس مثيرا للغرائز ليبقى لبنان دولة حائرة أو مشروع جمهورية، نكتشف في المحن إنها لم تكتمل. ولكم كانت هذه المحن كثيرة وأفضت بمعظمها إلى مستحيلات،
يوم توهم البعض إن الارتداد إلى التقوقع والانزواء بمعازل يمكن أن يحولها إلى دولة، فكانت النتيجة حروبا وخطوط تماس اصطدمت بعبثية الحروب الطائفية والمذهبية. الرئيس السوري بشار الأسد يرى أن إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين هي الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا، ويوضح في مقابلة مع قناة فنزويلية أن الهدف من الادعاءات الأمريكية والغربية بشأن امتلاك سوريا الأسلحة الكيميائية والرغبة السورية بامتلاك أنظمة مضادة للصواريخ من أحدث الأجيال من روسيا. إذا كنت تريد أن تكون سياسيا في الولايات المتحدة فعليك أن تكون كاذبا متأصلا. هذه من مواصفات السياسيين الأمريكيين، أن يكذبوا في كل يوم ويقولوا شيء ويفعلوا شيء آخر. لذلك علينا ألا نصدق ما يقوله لا البنتاغون ولا غير البنتاغون. بالأساس نحن في حالة حرب مع إسرائيل، وإسرائيل تعتدي على الدول العربية المحيطة منذ إيجادها في عام 1948. ومن الطبيعي أن يكون لدينا مثل هذه المنظومات. طبعا الإرهابيين قاموا بتعليمات من الإسرائيليين ومن الأمريكيين ومن تركيا وقطر والسعودية بتدمير جزء من هذه المنظومات. من الطبيعي أن نتفاوض مع الروس الآن من أجل تعزيز هذه المنظومات، سواء لمواجهة أي تهديدات جوية من قبل إسرائيل أو لمواجهة التهديدات التي ربما تأتي من أي صواريخ أمريكية. نعم، من وجهة نظر الغربية أنت تجلس مع الشيطان. هذا هو التسويق الغربي الآن. ولكن يعني دائما في كل حالة هناك تسويق غربي عندما لا تخضع الدولة أو الحكومة أو شخص لمصالحهم ويعمل لمصالحهم ضد مصالح شعبي. هذه المطالب الغربية الاستعمارية عبر التاريخ. هم يقولون بأن هذا الشخص الشرير يقتل الشعب الطيب. طيب إذا كان هو يقتل الشعب الطيب، من يقف معه لمدة 6 سنوات؟ يعني لا تستطيع روسيا أو إيران أو أي دولة صديقة أن تدعم شخص على حساب الشعب. هذا الكلام مستحيل. وكانت إسرائيل قد نفذت غارات على مواقع عسكرية بالقرب من مطار دمشق الدولي. فجر دمشق لم يمر هادئا، فتداخل صوت الأذان ودوي الانفجارات. مطار دمشق الدولي ومحيطه كانا هدف العدوان الإسرائيلي هذه المرة، فقد قصفت المقاتلات المعادية أحد المواقع العسكرية جنوب غربي المطار، ما أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتجت عنها خسائر مادية. وكالة سبوتنيك الروسية أعلنت من جهتها أن 5 غارات إسرائيلية استهدفت السرب العسكري في مطار دمشق الدولي. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في المعارضة السورية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية لحزب الله في محيط المطار، وقالت إن الموقع يحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله تستخدمه طهران جسراً جوياً بين طهران ودمشق. دمشق قللت من أهمية الضربة، فأكدت أن ما حدث لن يعطل عمل المطار، ورأت أن هذا العدوان محاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية التي تنهار تحت ضربات القوات المسلحة، مؤكدة أن ما جرى لن يثنى الجمهورية السورية عن مواصلة حربها على الإرهاب. وأشار وزير النقل السوري علي حمود في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أن هذا العمل الإرهابي إنما يسعى لوضع معوقات أمام تطوير العمل ومتطلبات إعادة الإعمار في سوريا وضرب البنية التحتية وزرع الرعب والخوف في نفوس المواطنين السوريين، وهو ما لن يتحقق البتة. الكيان المعتدي من جهته حاول تبرير فعلته على لسان وزير استخباراته يسرائيل كاتس، الذي قال إن هذه الغارات تتطابق وسياسة إسرائيل المتمثلة في منع وصول الأسلحة المتطورة إلى مجموعات إرهابية بحسب يسرائيل كاتس. حذر الفلسطينيون من الوضع الصحي الخطر للأسرى المضربين عن الطعام بعد 11 يوما من خوضهم معركة الأمعاء الخاوية. التفاصيل في تقرير مراسلنا نزار حبش. عم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية كافة مع دخول الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال يومهم 11.
في مدينة رام الله انطلقت مسيرات مساندة للأسرى تجمعت عند خيمة الاعتصام وسط المدينة، حيث تجلس والدة الأسير شادي شلالدي منذ بداية الإضراب معلنة خوضها معركة الأمعاء الخاوية مع فلذة كبدها. والله بتجعني معدتي من المي والملح، فكيف هم يما لهم 11 يوم مش يوم يومين يعني مضربين عن الأكل، كيف حالتهم؟ كيف جرالهم؟ بتذكر كيف مرمي على الأرض نايم مش نايم قاعد مش قاعد، بيقدروا يمشوا ما بيقدروش يمشوا، يعني فهذا ليل نهار اتذكر فيه الاشي هذا يعني، وأنا بقوة ربنا معاهم إن شاء الله منصورين عمين يعديهم. وحذر نادي الأسير الفلسطيني واللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة من خطورة الوضع الصحي للأسرى، خصوصا في ظل إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم. إجراءات القمع والقهر مستمرة لليوم 11، المضربين من فئات عمرية مختلفة، بعضهم كبار بعضهم مرضى، بالتالي نعم هناك قلق حقيقي على حياة الأسرى، لكن على الرغم من المعطيات المعقدة التي أحاطت بهذا الإضراب لكن الروح المعنوية عالية. يذكر أن عدد الأسرى المضربين تجاوز 1500 أسير يطالبون بأبسط ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة كرعاية طبية مناسبة وزيارات الأهالي وغيرها من المطالب العادلة. مع اقتراب الذكرى 70 للنكبة والخمسين من النكسة، يتقدم الأسرى الفلسطينيون صفوف المعارك في مواجهة مع العدو الحقيقي للأمة بسلاح لا رصاص فيه ولا مدافع، وإنما إرادة فولاذية عصية على الكسر. من فلسطين المحتلة نزار حبش، قناة الجديد. بعد الإعلان مواليد قم. أهلا بكم من جديد. شركة باك التي يملكها محمد زيدان تفوز بمزايدة السوق الحرة في مطار بيروت، أما المبلغ فهو 111 مليارا، ووزير الأشغال يعتبر الأمر إنجازا. صديقي، هذه من أول نهار فتنا فيه على الوزارة قلنا ما في أي مناقصة أو أي مزايدة بتجري، ونحن جايين على كمان بكرة إذا أقروا لنا كسر الموج نفس الشيء رح أعتمد نفس الأسلوب ما رح أغير. هذا الوزير يوسف فنيانوس. هكذا قال وزير الأشغال يوسف فنيانوس عند توليه وزارته. اليوم فضت إدارة المناقصات عروض مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، بعدما كانت تقدمت 5 شركات إلى المزايدة، 3 منها لم تستوفي الشروط واثنتان وصلتا إلى فض العروض، هي لاغاردير الفرنسية وشركة باك التي فازت بالتلزيم ويملكها محمد زيدان المحسوب على الرئيس سنيورا بمبلغ قدره 111 مليار ليرة. أنا أنظر للنتيجة بالنسبة لي كوزارة أشغال بأنه انعملت مزايدة برأيي شفافة. هذه المزايدة جابت للخزينة الدولة اللبنانية على مدى 4 سنوات 444 مليار ليرة. يعني أنا بتطلع أنه أنا الوحيد اللي قدر دفع الرئيس سنيورا مش 111 مليار 11 مليار، يعني إذا كان الرئيس سنيورا هو معني بهذا الموضوع أو محمد زيدان أو كذا. الفرق بين الشركة الفائزة والعارض الثاني نحو 40 مليارا، ما يشير إلى إصرار زيدان على فوزه بالمزايدة من جراء الأرباح التي كان يحصلها. رقم أنا طبعا ما كنت متوقعه، لحنا والفريق العمل اللي كنا عم نعد هذا المشروع، والبرهان الأكيد أنه الشركة الثانية كان رقم 69 مليار، يعني رقم 111 مليار و69 مليار في حوالي 40 مليار فرق، يعني ما كان في حدا بيقدر يقارب هذا الموضوع. كان يدفع ثابت 5 مليار ليرة بالسنة بالإضافة للعلاوات على كل راكب 2.15 سنت، صاروا 111 مليار ل 5 مليار، والعلاوات صرنا على كل راكب بدل ما ندفع 2.15 صرنا عم ندفع بالحد الأدنى 3.25. في معلومات الجديد فإن وزير الأشغال بدل في اليوم الأخير ممثل وزارة الأشغال في اللجنة، ما يطرح علامات استفهام، وفينيانوس يوضح أن شكوكا دفعته إلى ذلك. كان مدير عام الطيران المدني اللي احنا عنا الأستاذ محمد شهاب الدين مسمى الدكتور إبراهيم أبو علاوة على هذه اللجنة كمراقب من قبل الواحد بحسب الصلاحية أنا اللي بسمي. كان في إشكال ما بيتعلق بهذا الموضوع، في من يومين ثلاثة صار معي شغلي هيك بالمطار إنه في أشخاص فاتوا سألوا أسئلة بطريقة ما عجبتني الطريقة.
أنا اخترت سمير فقيه وعلى الصوت العالي، لا لأنه مقرب من محمد زيدان أو لا لأنه ضد محمد زيدان ولا لأنه معتز. هذا الموضوع ما بيعني لي بشيء. اللي بيعني لي إنه سمير فقيه اخترته لأنه في ناس تانيين تشكوا وقالوا لي إنه مثلاً افترضنا ممكن يكون في هذا التسريب اللي صار. شركة زيدان دفعت في 15 سنة الماضية ما يعادل ما ستدفعه في سنة واحدة بعد هذا التلزيم. وبعد إعلان النتائج خرج هذا الشاب محتفلاً بفوز ابن مدينته. لا كملت فرحتنا ولقينا اللي يناسبنا، أخذ المطر أبو رامي ورفع راسنا وصيدتنا. الله زيدان زيدان وبس. هادي الأمين، قناة الجديد. بعد تقرير قناة الجديد، التقى وزير العدل سليم جريساطي والدة الشابة أليان صفطلي وتعهد بتوكيل محام عن العائلة، وأكد متابعة القضية بتفاصيلها مع إصراره على حق ذويها في الوصول إلى المعلومات. بس بليز بدي شوف وعمل معروف وصلين لعنده. مناجاة والدة إليان صفطلي لاقت أذانا صاغية إذ وصلت صرختها عبر الجديد إلى وزير العدل سليم جريساطي، فدعاها إلى لقائه في وزارة العدل، حيث أفرغت ما في جعبتها من تساؤلات ومخاوف. أنه كيف أخليها سبيله، كيف كان في استئناف، يعني يعني أنا أسئلة عم تطرحها كأم، وين حسن حمية، مين المسؤول عن الشيء اللي صار؟ أنا ما عندي محامي، ما عم بعرف شيء، عم بقعد على الطريق بتسمع، بنطر النتائج، بنطر الأخبار. يعني ما بحس حالي أنه أنا بأمان لا بالعدالة ولا ببنتي، بنتي راحت رخيصة هيك. لم ينكر جريساطي أن قضية إليان تعنيه شخصيا، خصوصا أنه والد لفتاة وحيدة، فوعد بأنه سيصل إلى جواب بشأن مصير الرقيب الأول في الجيش اللبناني حسن حمية، وكلف محاميا عن العائلة متابعة الملف قضائيا، مصرا على حق العائلة كسائر المواطنين في الوصول إلى المعلومة. فوض الحكومي وبمبادرة منه الحقيقة لدى المحكمة العسكرية، ولكن بتواصل معي تم تمييز القرار أو استئنافه. المسار القضائي صحيح، وكلفت أحد مستشارين المحامين بالوزارة أنه يقوم بالمهمة بانتظار عودة نائب المحامي لتسمية محام ليساعد جريس، لأنه عاشت مأساتين، مأساة الخسارة الكبرى ومأساة الجهل. مش عم تعرف شو عم بيصير معها، مش عم تعرف مراحل المحاكمة. من حقها تعرف بوجود الحق بالوصول كمان للمعلومات، لأنه ما عاد فينا سرية تحية محاكمة علنية. خليني أقول أنا صرت متولى الأمر وبدي أتوجه للجديد بالشكر مجددا ولإلك بالخاص على هالتحية المسؤول. بحسب جريساطي ستحصل عائلة إليان على ملف كامل بجميع المعطيات في 2 من أيار، على أن يرافع المحامي المكلف في الجلسة الاستئنافية في 8 من الشهر نفسه. أما جريس فعادت مطمئنة البال لتبشر فراشتها بأن العدل في لبنان سيأخذ لها حقها. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. المصارف اللبنانية أكثر ملكية من الملك. عباس شرارة طالب جامعي متخصص بهندسة الكمبيوتر والاتصالات، يعمل منذ فترة مع صديقه لتأسيس عمل خاص بهما في لبنان بإنشاء تطبيقات على الهواتف الذكية والتعامل مع شركة جوجل. عباس لبناني منذ أكثر من 10 سنوات من والدين لبنانيين، شاء القدر أن يولد في إيران حيث كان يدرس والده، لكن مشكلة واجهته حين رفض عدد من المصارف فتح حساب له بسبب مكان ولادته على الهوية إيران. جينا لهون كان عمري 5 سنين وعم بدرس يعني هلأ حاليا بالجامعة الإسلامية. رحت على البنك بدي أقدم أول مرة على أول بنك، بدي أقدم على طلب لأفتح حساب كرمال أعمل، لا بدي أعمل برامج وصير بيع على الإنترنت على شركة جوجل. هلأ أول مرة قالوا لي إنه ما بيقدروا يمشوا الطلب كرمال مواليد إيران. رحت على بنك تاني قلت يمكن يمشي الحال. قدمت أول مرة على البنك قالوا لي ما بنعرف من وين حتيجي المصاري، مع إني أنا كنت قايل لهم إنه المصاري حتيجي من قلب شركة جوجل. بحال رفضوا لي فتح الحساب شغلي حيوقف. مشكلتي إنه ما قادر أني أعطيهم لك شركة جوجل كرمال توافق عليهم وتنزلوهم على البلاي ستور إلا لحتى يكون عندي حساب بالبنك. قانونيا هل يحق للمصارف رفض فتح حساب لمواطن لبناني؟ في مسألة من هو الممنوع من فتح الحساب هو المواطن الإيراني
الذي يحمل الجنسية الإيرانية وليس من هو من مواليد إيران أو سوى ذلك. هذه البنوك تخاف من اتخاذ تدبير من قبل السلطات الأمريكية، قد تكون اتخذت هذه التدابير وهي من باب أنها ملكية أكثر من الملك. يحلم عباس بتأسيس عمله الخاص ليتوج به سنوات دراسته، لكنه يأمل حل مشكلة لا شأن له فيها، فلهو اختار زمان ولادته ولا مكانها. بعد الإعلان مي وملح. أهلا بكم من جديد، والآن ننتقل إلى فقرة ترندز مع الزميلة سراد صالح. مرحبا. مي وملح هو تحدي أطلقه مجموعة من الشباب الفلسطيني لدعم 1500 أسير مضربين عن الطعام من أكثر من 10 أيام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. التحدي انتشر ولاقى صدى واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوروا فيديوز عم يشربوا فيها من كباية مليئة بالمي والملح، ومن فنانين أيضا لبوا هالتحدي مثل محمد عساف وملحب زين. التحدي عرم زيته بيحمل معنى كبير للسجناء، كون المي هي للحفاظ على عدم جفاف الجسم، والملح كمادة بتساعد على الصمود، خاصة من بعد ما منعت سلطات الاحتلال امداد السجناء بالملح من اليوم الثاني للإضراب. ننتقل لمعضلة ربما هي أحد أكبر المشاكل يلي عم تواجهنا على الواقع الافتراضي، وهي مشكلة الأخبار الغير موثوقة يلي بتطلع لنا مع أي بحث منعمله. هالمعضلة العويصة يلي جعلت الإنترنت مكان غير موثوق للأخبار بالنسبة لعدد كبير من المستخدمين، كانت سبب لمؤسس موسوعة ويكيبيديا، ويلي هي منصة بتسمح لأي شخص بنشر وتعديل المعلومات الموضوعة عليها، أنه يخلق منصة نقيضة إلها تماماً لمحاربة الأخبار المزيفة يلي معقول انصدفها. جيمي ويلز اعتمد بمنصته الجديدة على الجمع بين صحفيين محترفين رح يقوموا بنشر قصصهم، وبين مجموعة من المتطوعين رح تكون مهمتهم التأكد من هالقصص ومدى شفافيتها داخل موقع أخباري بيحمل اسم ويكي تريبيون. ولحد هلأ تم تعيين 3 صحفيين بالموقع من أصل 10. بدي اختم مع فيديو على فيسبوك انتشر لجندي سوري نشيط على مواقع التواصل حب يشرح للعالم انه الجنود هن بشر مش ماكينات للقتل، ومن حقه يعيش مثل اي انسان طبيعي. بشر مثلك نحن، تمام؟ شغلوه شغلوه لهذا البراسكن هون، شغلوه. والله قصدي قلوا لي باي للمتابعين الحبابين هاي الباي. يعني توم ولو قل لي باي. شو قول راسك هاي تبعت انه لازم العسكر يضل حرب طويله صار 7 سنين وبدها 70 سنة، تمام؟ معقول يضل 70 سنة تبع الازمه انا على الطلاقي هيك؟ والله سيك الموبايل، يا امك سيك الموبايل، هيك امسك لي اياها سيلفي، تمام؟ هيدا العسكري هيك، الفكره انه العسكري انا عسكري لازم ضل هيك انا ال 24 ساعة. حكيني حيدر حكيني. لك خلصوا خلصوا. قل لي علي. قل لي علي. لك لا تلهيني ما تدافع عن الوطن يا زلمه. ما شايفني قاعد انا صرت 6 سنين هيك. ما شمتي علي. لا تدافع. ما شمتي علي. معقول انت صرت شمتي علي. ما شمتي علي. والارهابي هلا. ومع هالفيديو أنا بدي أودعكم. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك، وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام وسناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج انت هاشتاج ترينز حتى نقدر نتابع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. تصبحوا على خير. وختام النشرة مع فقرة ديمقراطية. العوافي اللي بيراقب حركة الاتصالات والمواقف المتعلقة بقانون الانتخابات بيلاحظ انه لهلأ الأزكى هو الرئيس سعد الحريري، وب 15 أيار وما بعده رح تكتشفوا ليش، وبكرة بشوفكم. تيك تك. وليد باك، أنا من الآخر بفضل نبقى على قانون 60. المسيحيين ما بيمشوا بالستين.
أنا يا حج محمد بفضل النسبية على الستين، الستين أكل عليه الظهر وشرب. ممتاز، إذا مع النسبية يعني ما رح تمشي بالتمديد. أنا مع التمديد أكيد يا دولة الرئيس، التمديد ضماني لعدم الوقوع بالفراغ. يقبرني راسك شو بيعجبني، شو فيهم يعمل القوات والعونية بعد ها؟ أنا قال لي جبران عن التأهيلة، أنا كنت ضد التأهيلة بس هلأ صرت مع التأهيلة. تسلم لي عينك شيخ سعد، بس المهم ما تمشي بالتمديد. أنا رحت لعند الرئيس بري وقلت له ياها بصراحة، أنا ضد التمديد. برافو برافو شيخ سعد. التمديد وقتشت له ياها لجنبلات وقانونه، إياكم تمشوا بقانونه. طيب خبروا لجبران هالشي، ضروري تخبروا. أنا معك أوكي؟ عموتي طمني، من بعد هالحركة اللي عملتها صوب الجميع شو استنتجت من هالشي كله؟ عموتي فوتن كله بكله. مش معروف كله مين بكله مين. بحب هيك. كان في هذه النشرة جنبلاط يطلق عبر الجديد الآتي الثلاث. ما فيش فراغ، في قانون الستين موجود بعضه بالمجلس. الحريري من بعبدة، لسنا في مواجهة أحد. البث الإيجابي هو الأساس اليوم. شركة محمد زيدان تفوز بالسوق الحرة. أنا الوحيد اللي قدر دفع الرئيس سنيورا مش 111 مليار، 11 مليار. يعني إذا كان الرئيس سنيورا هو معني بهذا الموضوع أو محمد زيدان أو كذا. الأسد، نتفاوض مع الروس للحصول على أحدث منظومة للصواريخ. في حالة حرب على إسرائيل ومن الطبيعي أن يكون لدينا مثل هذه المنظومة. إضراب شامل في فلسطين دعما للأسرى. أنا بقوة ربنا معاهم إن شاء الله منصورين. عميني عدل. النشرة انتهت، الآن نبقى مع اللقاء الذي كانت قد أجرته الزميلة يمنى فواز مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. استمعونا على خير.